طيب هروح بقى على القصة بتاعت رونالدو اللي بيقلب الطاولة على الست اللي اتهمته بالاغتصاب وهو اللي عاوز تعويض، ايه الحدوتة دي؟ هو طبعا يعني كريستيانو رونالدو زيه طبعا زي كل النجوم العالميين، كريستيانو رونالدو واحد من اهم الرياضيين في تاريخ كره القدم. فبالتالي طبيعي جدا هيطاردوا الشائعات، هيطاردوا الناس المبتذله، هيطاردوا الناس اللي هي عايزه تستفيد منه، فبالتالي ارتبط اسمه طبعا بقضيه اغتصاب في يعني في امريكا من احدى طبعا السيدات اتهمته، وبعد طبعا مداولات في المحاكم القاضيه اللي كانت في القضيه يعني اقرت ببراءته وادانه اللي هي السيده اللي اتهمته، فبالتالي صلاح بقى يعني او انا اسف كريستيانو رونالدو، احنا يعني صلاح كل تفكيرنا في صلاح، كريستيانو رونالدو يمكن هو لما لقى كده ولقى يعني الموضوع بالشكل ده قرر ان هو يقلب الطاوله، زي تشبيهك يا يوسف فعلا ان هو قرر يقلب الطاوله وطلب هو تعويض ما يقارب من 626 ألف يورو، وده طبعا أو دولار 626 ألف دولار. طلب فعلا من المحكمة أنه هو يحصل على التعويض ده، وأعتقد أنه هو في طريقه أنه هو يفوز بالقضية دي، حتى لو مش هيبقى بالرقم ده، ممكن يبقى رقم أقل أو حاجة، بس أنا أعتقد أنه هو هيفوز بالقضية، لأن المحكمة أقرت ان الادله بتاعت القضيه والحاجات اللي حصلت في القضيه كان يشبه يعني فيها شبهات كبيره وفيها يعني تربص بالنجم طبعا الكبير، فبالتالي فكره تحويل الدفه ان صلاح ان برضه تاني ان كريستيانو رونالدو ياخد يكسب القضيه وان هو يحصل على تعويض، اعتقد نسبه ده هتبقى كبيره جدا ليوسف، لان هو فعلا ثبت بالقضاء طبعا في امريكا ان هو بريء من التهمه دي، فبالتالي اعتقد ان هو قريب جدا ان هو يحصل على التعويض ده. هايل جدا، انا بشكرك جدا 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 يا محمد، كل الشكر ناقدنا الرياضي البارز محمد علي.